صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالسلامة عالسلامة ربيعة، صباح النور صديقتي الجزائرية، مرحبا بكم الكل. إن شاء الله اليوم مش نعمل معكم لايف صغير، قررت في آخر لحظة جيت باش نركب فطور الصباح. يا أخي قلت علاش لا نحل ديريكت معكم. إن شاء الله تكونوا بخير. معكم أدمن إيمان في وزارة المطبخ التونسي. عيونكم تلموا شوية، خليني نبدأ اللايف. اليوم كما تشوفوا حضرت مكونات لهنا. هاي راح قولوا لي شنو باش نعمل اليوم. لو اني كتبت مكونات بسيطة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور ربيعة، ان شاء الله تكوني بخير. جي صباح الورد. زهرة فاطمة، ان شاء الله ان شاء الله تكون فكرة هكذا، تكون عندك المكونات اليوم وعلاش لا طيبها معانا في نفس الوقت. حاسيلو نبدأ معكم اللايف. دونك اليوم ان شاء الله باش نعمل معكم اقلاية تونسية بالبقري، خاطر القلاية فما اللي يعملها بالعلوش وفما اللي يعملها بالبقري، كل حد والطريقة متاعو. اليوم ان شاء الله باش نعطيكم الطريقة متاعي اللي هي سهلة وبسيطة على الاخر وتجيبني نزادة في نفس الوقت. دونك لهنا حضرت عندي اللحم بقري مقصوص مكعبات كيما تشوفوا، ماذا بينا نقصوا لو ماكسيموم تاع الغريس باش تجيناش قويه. دونك لهنا عندي حسب التقريب 700 غرام، كل حد قداش عنده، اللي يحب يحط كيلو، اللي يحب يحط رطل ولا اقل من هذاك، كل حد وشنو المتوفر عنده. الحمد لله يا ربيعه توحشتك برشا راني. اليوم ان شاء الله باش نعمل قلايه تونسيه. قلايه تونسيه هي اكله تونسيه نعملوها باللحم، شويه بصل وشويه فحت، ان شاء الله تشوفيها معنا وتجربيها. صباح النور الناس الكل، ليك انا عرفت افطرت فطور الصباح ولا مزلتوا. انا افطرت وحبيت نركب فطوري على بكري. حاسيلو باهي نكمل لكم لهنا المكونات. عندي رس بصل كبير قصيته، ديما ماذا بيا وليت نفضل ديما نستعمل البصل الاحمر لانه صحي وفيه دي فيتامين ومنافع اكثر من البصل العادي. واذا ما اذا مش متوفر تنجموا تحطوا البصل الابيض العادي. اسمى صباح النور، راضيه صباح الخير. ولهنا عندي الفحات، عندي كركم، وعندي شويه اكليل لهنا، وعندي شويه فلفل اكحل والملح بالطبيعه عندي، بعدي كنزيد. ولهنا عندي شويه زيت نباتي. دونك لهنا نبدا. عندي لهنا حطيت شويه ماء سخون اللي هو اللي باش نصبه، معناتها نمرق به شويه. دونك لهنا بعد شويه خاطر خليتها سخنه تبزايد باش ما تتحرقليش. دونك لهنا نحط شويه زيت نباتي، ماذا بينا اذا تحبوا باش تحطوا زاده زيت زيتونه ما تحطوهوش طويكه، تحطوه كان من بعديكا بعد ما تقليو كل شيء وقتها تزيدوا، لانه زيت زيتونه راه ما يحملش النار قويه، ما يلزمش نقليوها على نار قويه. اللي يحب يحط شويه زيت زيتونه ينجم يزيد بعديكا، اذا تحبوا تحطوا زيت نباتي اهوكا من الاول. جاد صديقتي، صباح النور يا زينة، ربي يستر عليك، عايشك ربي يبارك لك، صباح النور. عيادي سديري صباح الخير الناس الكليكا. دونك لهنا نبداو مع بعضنا. حطيت شوية زيت تقريبا، ممكن كيما تشوفوا لهنا ماذا بيا ما نكثرش برشا، نزيد شوية. ولهنا نحط البصل، بسم الله. شفت المعونة نتاعي جبته من تونس كي روحت، جبت سيرفيس كيما هكا، ديما نشوفو يعجبني كل شيء. روحت ما عنديش برشا، قلت لازم نجيب منه لأنه محلاه، معنتها أنا نشجع في المنتوج التونسي، السلعة التونس بالحق، خاصة الفخار تبدا مزيانة على الآخر وتزين الطاولة، أو حاجة تذكرنا في البلاد. دونك لهنا نقلي البصل نتاعي. بالنسبه للقلايه راهو كل حد كيفاش يطيبها، فما اللي يحط لها شويه طماطم، فما اللي يحط لها شويه فلفل،
كل حد كيفاش يطيبها. انا باش نعطيكم طريقتي ان شاء الله تجربوها، واذا ما عجبتكمش تنجموا تطيبوا الطريقه اللي متعودين بها. صباح الخير جلال نور ضياء ومريم، صباح الخير الناس الكل. اليوم عملت لكم زياره مشقيه، ما كنتش اصلا ناويه باش نعمل اللايف، مي قررته في اخر وقت. يا جماعه ما تنساوش تبارطاجيو اللايف نتاعنا، بربي بالله ان شاء الله ان شاء الله رانا نستناو برشا في التفاعل نتاعكم، خاطر الباج بالحق قد ما انا والادمينات الاخرين زهيرتي وسميره وزهور معناتها واميره معناتها عاملين مجهودنا اكثر ما يمكن باش معناتها تعجبكم الوصفات، وديما نعطيكم معناتها نصائح وليروسات والكليكا. فان شاء الله نتوما زيد تشجعونا وتعطينا معناتها تعطيونا يعني تحسونا اللي قاعدين نهبطوا فيه معناتها قاعد يعجبكم ويفيدكم. ماذا بينا تنفيتوا صحابكم للباج، ماذا بينا معناتها تعملوا دي بارتاج للروسات نتاعنا باش يشوفوها اكثر عباد وتكبر الباج، راهي تكبر كان بيكم راهي فتوح. صباح الورد يا بنتي نورتيني في الديريكت، اول مره تحضري عليا ديريكت. دونك سناء صباح النور، ام حسن صباح الفل، زينب الكل نصبح عليكم، ايمان ورابعه ايزابيل. يا سندس القلايه انا نعملها بالبصل، فما اللي يحب يحط فيها البصل وفما برشا، فما اللي ما يحطش فيها، فما برشا اللي يحط فيها. بحكم انا باش نعملها بالبقري فمعناتها تفوحوا. ربيعه والله انت رفعين تبسي، وانا قلت في نفسي هذا جبتهم من تونس من اللي راحت للعرس. اي جبته من تونس، عندي مده ما روحتش، وكيف روحت بالرغم عبد راهو في الطياره، مي استغنيت على برشا حاجات وجبت المعون. يا جليتي ايمان يعطيك صحة امونه، وصفتك كل سمحيني عايشك ربي يبارك لك. صباح النور يا فتوح سلوى، بونجورات عليكم الناس الكل. دونك لهنا خليني ندور لكم، نخلي لهنا البصل نتاعي اللي يحب اللي باش يعملها باللحم العلوش ينجم يستغني على البصل، مي انا كيف نعمل بالبقري. بسم الله لهنا نزيد اللحم نتاعي، مي بالبقري ديما نحط البصل لانه ديما اللحم البقري اللحم العلوش يكون افوح وما يستحقش برشا فاح، مش كيما البقري. البقري يستحق الفاح هكا. انا ملي جديد قلت لكم راهو كل حد وطريقته كيفاش، هذه طريقتي ديما نعملها وتجيني بنينه ما شاء الله، جربوها. حنان صباح الخير، ندى صباح النور، ايزابيل يعطيك الصحة وبشفى ليك، انا اول مرة معاك وان شاء الله نكون على طول موجودة. مرحبا بيك اختي، وما تنساوش يا جماعة بارطاجيو اللايف هذايا، و يعني وابار اللايف راهو حتى حاجات كي نهبطوها زادا كيف تبارطاجيو، راهو فما من اصحابكم اللي ما يعرفوش الباج كيف تبارطاجيو ولا يشوفوها الباج ويعملوا جام عليها. دونك لهنا انقل الحم نتاعي. فريدة صباح النور من الجزائر، مرحبا بيك اختي، مرحبا بكل اخوتنا الاشقاء في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا ومصر والكل ليك. هيفا صباح الورد، صابرين وسلوى صباح النور، ما شاء الله راكم حاضرين معايا. انا كي جيت باش نحل في الديريكت قلت بالك راهم الجماعه مازالوا راقدين، في دورت انا هي اللي مخه. دونك لهنا نحرك اللحم ما نخليهوش يشد اللوطه، حسيلو غازي ما كنت تعرفوه لهنا بالضوء معناتها بلاك هذيا، حسيلو عندي عامين ملي نستعمل فيها نعاني منها والله. ان شاء الله فينا واحده اللي هي بال معناتها الغاز العاديه البلاك العاديه اللي بالنار، ان شاء الله جمعه اخرى نركبها، لان هذه بالحق تعطلني بالكدا في
في الفطور نارها مش قوية، الأخرى توحشت النار إني نشوفها وتكون نارها قوية ولا حاجة، معناتها تعاوني ياسر في الفطور. وعلاش شريتها؟ لأني حبيت نوريكم هذية اللي هي أختي العزيزة فتوح تتفرج عليا، باش نوري شنو اللي خذات لي هي. شريت لي هذايا الغني، هذايا اللي هو بالفخار، هذايا فما اللي يسميه غني، فما اللي يسميه طاجين اللي نتاع المهم بالتين. هذايا ماهو شكل اللي مدهون، معناتها هاك اللي يلمع ولا عاملين له الفرني ولا حاجه، هذايا تين تين راهو معناتها حر حسيلو. نصحتني هي وجميله كيفاش معناتها باش لازم نعمل له تريتمون معناتها باش ما يتكسرليش ولا حاجه. وليت شنو عملت له، هذه يعني استوس صغيره للي يكون هكا شري معناتها طاجين كيف هكا بالطين. كيف خذيته، حطيت فيه شويه زيت ممكن تقريب كاس، وبحاجه حاولت نوزع الزيت بالكدا، زيت نباتي عادي، وخليته لين يشرب مليح، ومن غدوه نجم نطيب فيه. صباح القلاية زهرة التوليب، صباح النور نادية، بونجور مليون، صباح النور رحمة، صباح الخير الناس الكل، فتيحة ضيفة الشرف. باهي خليني نرجع لهنا للقلاية. دونك لهنا عندي نقلي اللحم، بعدي كان نبدا نزيد الفحات نتاعي. شفتوا لهنا ديجا بدا يخرج في الماء نتاعو كيما ريتو، لهنا يخرج في الماء نتاعو. وبعديك كي باش نمرقو بشويه ماء، وكل مره نعس عليه لين معناتها لين يطيب اللحم، وخاصه تقر زيتها. ياسمينه يسلم يديك البيا من بلجيك، يا مرحبا اختي نورتيني رحمة، أنا كيفك ما نحبش البلاك. أنا بالحق تعبتني على الأخر على الأخر البلاك، وقبل عندي عامين بركة ملي نستعمل فيها، قبل ما كنتش نستعمل فيها، مي بالحق تعبتني ونحب نرجع الغاز عادي. نور ضياء صباح الخير من الجزائر، مرحبا بكم. ميس سهام صباح النور. ماما إيناس ما تبيتوش في الماء. بالنسبه للطاجين الفخار فما اللي بيتوا في الماء، انا على فكره سالت امي على اللي بيتوا في الماء، هذاك كان اللي يبدا مطلي ولا حاجه، مي كيف يكون طين اكهو معناتها قالوا لي نعملوا بالزيت يكون خير من اللي بالماء، ينجم بلكي يتحل ولا ما نعرفش كيف. المهم انا عملته بالزيت هذايا، وان شاء الله ربي يستر وربي يحفظه لي ويديمه، خاطر بالحق مروحة لتونس انا راني في مخي كل الحاجات اللي معناتها المعون اللي بالفخار وبالطين. دونك لهنا نبدا نحط الفحات نتاعي اللي هي كما قلت لكم كركم، شويه كليل وفلفل اكحل، ما تستحقش معناتها اكثر من هذايا الفاح. بعديك شويه نزيد الملح، ريحة بدات تطلع بنينة. اللي يحب يعملها بالعلوش ينجم يعملها بالعلوش زادة، ينجم ما يحطش فيها البصل، اللي يحب يحط البصل ينجم زادة كيف. سلمى صباح الخير من كان، مكش بعيدة عليا، مرحبا بيك سلمى. سيدة صباح النور أختي، طيب فيه طاير اكهو ولا طيب ماكله؟ يا سيده بالحق قالوا لي نجم زادا نعمل فيه ملاوي ديريكت، مي انا بحكم وخيتي بعيده عليا، يعني حتى كان الله لا يقدر تكسر لي ما نجمش نجيب واحد اخر تود سويت. دونك فضلت نحط شويه زيت، معناتها شويه زيت ومن معناتها وغير تجيني البلاك اللي هي بالغاز، خاطر الاندكسيون هذه بالضو ما نجمش نطيب فيه.
دونك كيف يولي عندي الغاز معناتها البلاك بالغاز معناتها بالنار باش نطيب فيه. اول حاجه نطيب فيه ملاوي ان شاء الله، ما نوعدكمش ان شاء الله نعمل حتى فيديو على الاقل، مش لايف، خاف لا يتكسر ليش لا قدر الله في المباشر. دونك مي اول حاجه باش نطيبها بقدره الله هي الملاوي، هو اللي باش يعاونني زاده انه معناتها ما ياتيه شيء. ناجيه صباح النور وصباح الحاجات البنينه. صباح النور يا ناجيه، مرحبا بيك. سناء كيفاش في اول عملك؟ نطويك الساعه باش نمرق شويه ماء سخون. بسم الله، الماء ما نمرقوش برشا، راهو نقعدو نزيدو بشويه وين نحسوها نقصت معناتها نزيدو شويه لين يطيب اللحم لهنا هكا. ان شاء الله تكون ظاهره عندكم، محال مش ظاهره بالكامل، معلش قولوا لي ظاهره عندكم الا لا. رفيقتي صباح النور، صباح النور وبوسه كبيره لسيرين، سلم لي عليها زاد على الاخر. ايمان صباح النور من نيس، انا زاده نعملها هكاكه وصحه وبالشفاء. يعيشك ربي يبارك لك يا ايمان حميسي. نزيد شويه هكا ونخليها. بالطبيعه ما تنساوش كل حاجه تمرقوها بالماء السخون لانها ديما تكون خير وتتخلي الحاجه في ساعه تغلي. لهنا لو مرقتها بالماء البارد راهي حبت لها، ومع الغاز نتاعي حبت لها ساعتين اخرين باش تغلي. دونك لهنا نغطيها، جست نحط شويه ملح. ياسمين صباح الخير صديقتي، لهنا نحط شويه ملح وبعديك نزيد نتبع. القلاية هذه راهي طريقتي المعتادة اللي نعمل فيها وتجي بنينة بالكدا بالكدا. كما قلت لكم راه كل حد والطريقة نتاعو، جربوا هذه إذا عجبتكم، إذا ما عجبتكمش تنجموا تعتمدوا الطريقة نتاعكم العادية اللي مستنسين بها. أولادي حياتي صباح النور، سلوى 6/6 وحدك. عجبتني 6/6 هذي. ياسمين صباحك دقلة وحليب أمونة، يعيشك ياسمين، نهارك زين، عايشك. سيدة أنا نحب نبطل نعمل كخاب في التيفال لأنه مضر بالصحة، باش تنصحني شاف؟ والله التيفال، التيفال هو مادام ماهوش مقشر، مادام ماهوش ما تجرحش ولا حاجة يسمى سافا، ما إذا كان يوصل يتجرح ولا يتشق ولا يتحك لك بحاجة ماذا بك تسيب عليك منه. فما سيراميك باهي، فما المعون اللي يكون اون بيير بالحجر مي البور، ماهوش مش التقليدي ولا حاجه، كي كي تشد يعني مقله صغيره نتاع اللي بالحجر تحسها وكانها توزن ما نعرفش قداه 5-6 كيلو تلمو معناتها، اللي هي هذيك هي لو فغي. هذوكم الحاجات الباهين. بالنسبه لان باش تعمل كريب في حاجه فخار بالطين، ما نعرفش تلصق والا لا بصراحه، ما نجمش نقول لك. هيفا يعيشك، وحيدة صباح النور شجعتني باش نعمل قلاية اليوم. هكا علاش انا حليت لكم اللايف الصباح، باش اللي مازالت حايرة هكا في دبارة ولا حاجة نعطيها فكرة الصباح وهكا تعملها. دونك هذه طون نكمل نعمل الفيديو ونهبطها على اليوتيوب. يا جماعة ما تنساوش عندي باج يوتيوب اسمها ايمان زهرة المطبخ التونسي. تو نكمل معناتها كيف الطيب هذه وكيف نقدمها وكل شيء، نهبط الفيديو كامله في اليوتيوب. دونك لهنا نخليها على نار متوسطه ونخليها تطيب سله سله، كي تنقص شويه من الماء نحسها نشحت نزيدها شويه، كي نلقى اللحم طاب وكل شيء وقتها ان معناتها لين تقر زيتها وتطيب معناتها ونقدموها. ورشه معدنوس في الاخر. ايزابيل صح اختي، انت ابعث لي شويه من عندك وانا نبعث لك مقروض القيروان. شد لك عليك اختي، صحه وبشفاء. يعيشك يا ايزابيلا، عايشك ربي يبارك لك. عليسه قرطاج صباح الخير حبيبتي، صباح النور، نورتينا عليسه، نورتينا يا بنتي، نورتي فرنسا وتونس والكل. عليسه قرطاج محلي اسمك. صباح الخير والورد والياسمين من شمال ايطاليا. ناجيه مرحبا بيك يا ناجيه. البقري لا يا ورده، يا ورده البقري بنين راهو.
والله فما اللي ما يحبش البقري، انا علاش اعطيتكم فكره استوس اللي ما يحبش معناتها يعملها بالبقري نجم يعمل بالعلوش راهو. وانا قبل راني كيف كنت البقري مانيش مغرومه به برشا، ما كيف جربت وليت نصنف بيه وكل شيء نعمل حاجات بنينه الحمد لله كريمه صحه وبالشفاء. يعيشكم البنات الكليكا، نورتوني صباح، وان شاء الله تكون طلتي هذه جات خفيفه عليكم. منى ما تمرقش فوق الحم، دنيها على جنب ومرقه وباش ما يسيبش فاحو. انا الفاح كي حطيته لهنا قليته جوست ده بشويه وخذا الحم من الفاح نتاعو وبعديك مرقت قدرت له. تجيبني زهره، صباح النور يا زهره، مرحبا بيك. حسنا ان شاء الله نورتوني في اللايف هذايا، ان شاء الله كنت معناتها خفيفه عليكم، ان شاء الله عجبتكم اللايف هذايا. وبعديك تنكملها ونهبطها في على اليوتيوب، ما تنساوش تدخلوا تعملوا لي جيم زاد مشاركه في ايمان زهره المطبخ التونسي، لاني قاعده وحدي راني ندور في اليوتيوب، ما تخليونيش وحدي، راني قد ما تكونوا اكثر في اليوتيوب قد ما نهبط فيديوهات اكثر. اللي ستقرت تسلمي حبيبتي، الله يخلي لك احبابك يا رب، نورتيني يا غاليه، عايشك ربي يبارك لك. زهره راكي تشهي فيا يا زهره، كيف تجي ريما هاكا قولي لها تطيب لك. قالت هي تعرف الطيب. ان شاء الله تطيب لك، ولا انا كي نجيب حدا دارنا ان شاء الله. حسيلو نخليكم على خير وما تنساوش بالحق، ما تنساوش تشجعونا برشا في الباج وتتابعونا، وديما لي جيم وانفيتيو وصحابكم وكل شيء. عايشك يا فتوح بشفاء السفياني، عايشك الله يشفيك ويهنيك. حسيلو نخليكم على خير بيناتنا الباج وبيناتنا قناة يوتيوب، وديما ان شاء الله نقعدوا باتصال ببعضنا. كان عندكم اقتراحات شنو تحبوا اللايف المره الجايه ولا حاجه، ولا دروسات شنو تحبوا تطلبوا، نحن على ذمتكم الكل. ان شاء الله نهاركم زين، خليكم على خير. وكنت معكم ادمين ايمان في زاره المطبخ التونسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور الملاك ربي يخلي للاخر، ان شاء الله نهبطها في اليوتيوب كي تكمل الكل. قلبي وجعني وانا جمتش نسكر والميساجات عمال. ليليس انا خلطت مخر، تنجم تقولي شنو لفاح يعيشك؟ باهي لفاح حطيت كركم وفلفلاك حلو شويه كليل وملح فقط. سونيا الله يشفيك، وهيفا ان شاء الله نهاركم زين الناس الكليكا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهكا كيما تشوفوا اصدقائي القلايه نتاعنا حضرت، خليتها طابت في عقلها على نار هاديه، نراقبها في الماء باش ما نخليهاش تنشح ولا حاجة. كي نعرفوا طاب اللحم وقرز زيتها وكل شيء وقتها نطفيو عليها، وكيما تشوفوا عملت رشة خفيفة مع دنوس وتاكلوا بشفاء. ان شاء الله تكون الروسيت وطريقة متاعنا هذه عجبتكم. ما تنساوش تعملوا مشاركة للقناة متاعي ايمان زهرة المطبخ التونسي، تعملوا جيم الفيديو تشاركوها مع اصحابكم باش يشوفوها ويستنفعوا اكثر اكثر عدد ممكن. نخليكم على خير، ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات وريسيتات اخرين، في انتظار تفاعلهم تاعكم. واذا عندكم اقتراحات ولا اذا عندكم طلب تحبوا تشوفوا ريسيت معينه ولا حاجه، انا في انتظاركم. تويكا مبقى لنا كان نخليكم على خير، كنت معكم ادمن ايمان في قناه زهره المطبخ التونسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.